أعتقد أن إضافة إلى استخلاص الدروس من الأزمة، فإن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو يتجهان الآن بشكل جدي نحو تعزيز الحوكمة المالية والنقدية. إضافة إلى ذلك، العنصر الجديد في إدارة أزمة اليونان هو ظهور التزام فرنسي ألماني صريح بعدم التخلي عن أي دولة في منطقة اليورو. هذا الاتفاق الذي حصل في باريس نهار الاثنين هو اتفاق صلب وقوي وأثبت جدارته اليوم، حيث أن المجموعة الاشتراكية متحدة وراء فرنسا، ومجموعة الدول الغنية والمحافظة متحدة وراء ألمانيا. ولاحظنا اليوم أن الاتفاق أن الدولتين تتحركان بشكل متكامل وبشكل فعلي، وهذا شيء قوي جدا.